هي طبعا الهدف تاعنا هو أن نوفر وسائل تمويل لشركات الناشئة مهما كان مرحلة نضج هذه الشركات ونمو هذه الشركات ولا حامل المشاريع. فعلى سبيل المثال ذكرت على مستوى الجامعة العديد من الطلبة عندهم مشاريع مبتكرة، ولكن في بعض الأحيان ما عندهمش الإمكانيات المادية باش يديروا النموذج الأولي ولا البروتوتيب تاع المشروع تاعهم. ولذلك فقمنا مع وزارة التعليم العالي بإنشاء مراكز النموذجة اللي راهي على مستوى بعض جامعات الوطن وراح يتم تعميمها على كل جامعات الوطن. وهدف هذه المراكز النموذجة هو توفير الدعم المادي لأصحاب المشاريع على مستوى الجامعات باش ينشئوا النماذج الأولية تاعهم. والنماذج الأولية كما تعلمون هي المرحلة الأولى والمهمة اللي بها يمكن لصاحب المشروع أنه يطلب تمويل من طرف الصندوق الوطني للشركات الناشئة، لأنه الصندوق يمول إلا المشاريع اللي عندها النموذج الأول. فهذه من جهة، من جهة أخرى حاولنا أيضا نوعوا من طرق تمويل الشركات الناشئة. فهناك حاليا الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة اللي مول عن طريق رأس المال المخاطر تمويلات من 5 ملايين دينار جزائري إلى 150 مليون دينار جزائري للشركة الناشئة الواحدة. ولكن هناك أيضا طرق أخرى للتمويل. تم مؤخرا نشر النصوص الخاصة على سبيل المثال التمويل التشاركي ولا الكراود فاندينغ. سيتم إطلاق إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله أيضا قسم خاص بشركة ناشئة على مستوى بورصة الجزائر. هناك الوكالة الوطنية لدعم التنمية المقاولاتية اللي حاليا هي في طور إعادة الهيكلة، واللي تمكن أيضا من الحصول على آليات تمويل جديدة لمختلفة على الآليات القديمة، تخص على سبيل المثال تمويل الابتكار والشركات المبتكرة. فكل هذا يدخل في مساعينا لتنويع وسائل التمويل، ولكي أي صاحب مشروع مهما كان درجة نمو المشروع ولا درجة نضج المشروع يلقى تمويل يناسب مرحلة النمو تاعه.